اسمي جون كلود، نحن في الامريكان بادي ارت، اختصاصنا تاتو بيرسينج. هي البيرسينج هي عباره عن حلق بينحط باي محل بالجسم، وما في اي مشاكل اي خطوره بالنسبه للهيجين. احنا كل شيء معقم، كل شخص بنشتغل لحاله، يعني ما في علاقه من شخص لشخص. البيرسينج صارت اكسسوار، صارت في واحد يعملها مطرح ما بيحب، وكل الجسم بينعمل في بيرسينج. في عندك عالم بيكون جسمه حساس اكثر من عالم تاني، بس ما في حدا ما في يعمل بيرسينج. شغلته للبيرسر بيشتغل بيرسينج، يعرف شو بده يحط له بجسمه لهيدا الشخص لحتى جسمه يقبل هيدا النوع من الحلق او غير نوع. هيدي صارت حرية شخصية، واحد بيحب يعمل بيرسينج يعملها، واحد ما بيعملها. هلا بترجع الى قديما جدودنا يمكن يشوفوا شيء غلط، بس انا ما بشوف شيء غلط. مره حطيت لحدا بيرسينج بده 500 بيرسينج بوجهه، بكل وجهه نقطناهم وعملناهم هني كلهم. هذا صاروا يحبوا يعملوا الامبلانت، هيدا نوع من الحلق بينزرع تحت الجلد، بطلوا يقبلوا بالجيج الصغير، يعني 1.2 1.6، صاروا يحبوا يعملوا اكثر اكبر. هيدي بنسميها احنا ستريتشنج. كل شيء في خطوره اذا عم تعمليه بطريقه منا مدروسه ومش عارف في حالك شو عم تعمل. انا صار لي كثير زمان بشتغل بالشغله، وعندنا ريسيرش كثير كبيره واكسبيرينس كثير قويه. اسمي جار، سنه سنتين ونص بلبنان، بشتغل بالتطويز والديزاينز، عايش بالحياه بفرنسا، وهلا هون بالامريكا بادي ارت. قولون وعليه هسا بكتف، هسا بتوصل على مرحلة بكتفي. أنا صار لي 15 سنة بهيدا اليوم. أنا إلي ما بحب وجهي فور إكزامبل، ومبسوط بهذا الشيء. هلا بيوروب بيحترموا كل حدا، مثلا مدير بنك بفرنسا عنده رين كون مثل هيدا، بلبس بدله كرافات كلها من كيمو صمان جري، وزلمه ما هو شيء يعني الا معقول طبعا انه ما شيء بنفسجيه ولا شيء. نزلت الشخص شلني غيرنا كونتكست حتى يعني هوني، فبصير رح يطلع التي في على شوي لانه العالم كلها عم تطلع فيه، يعني مثل ما بقول واحد مربى لانه الثاني تعبان فيها 100%. هلا بالنسبه للمجتمع بلبنان كيف بينظروا، بدك تشوف اللي عاملين بيرسينج كيف بينظروا للمجتمع الثاني، لانه اكثريه صاروا عاملين بيرسينج او تاتو.